تلفزيون الفجر اللي بكون بعمل وجهد كبير في ظل جائحة كورونا. إن شاء الله ربنا يشافينا ويشافي جميع المسلمين من هذه الجائحة والبشرية جمعاء. اللي بدي أحكي يعني إنه قطاع السيارات هو كباقي القطاعات يعني متضرر، لكن القطاعات يعني في تفاوت في الضرر فيها. إحنا عنا بضائع يعني ثمنها كثير غالي وعليها جمارك مستحقة. يعني إذا بدنا نحكي بأول فكرة الجمارك، يعني إحنا اليوم في عنا سيارات أول السنة ما صار بيع، لأنه الناس أول السنة أو واحد اثنين ثلاث بيكون هاديات في كل القطاعات، بيبدو الناس بعد عطل المدارس وهيك ببلش السوق يتحسن. الحمد لله صار التسكير من 10-3 أو من 1-3 بنقول لليوم، هي 3 شهور باعتبار مسكرين ما في بيع. وإحنا صراحة يعني بيعنا واضح جدا، إحنا بنشتغل يعني بنظام يعني كامل على برنامج الشامل، كل مبيعاتنا ومشترياتنا رسمية كاملة. فهذا الحكي صراحة يعني باعتبار السنة صار نصها وما في بيع، وهي السيارات صراحة جمركها عالية، وإذا ما انباعت بالسنة هاي في مشكلة عليها، يعني بالترخيص كمان تدفع عليها فلوس، يعني مخالفة إنك أنت تتأخر ترخيصها. هسا بنتأمل من الحكومة يعني مشكورة، وإحنا بنعرف العباء على الحكومة صراحة عباء كبير يعني وعباء ثقيلة، والحكومة والمواطن في مركب واحد يعني بالتالي، يعني الحكومة بتصرف معاشات للموظفين والموظفين هم يعني أهلنا، بس لكن أنت لازم تراعي رأس المال هذا حتى إنه يستمر ويكون فيه تنمية مستدامة في موضوع التجارة. يعني تجار السيارات هم بتاجروا في كل الأمور، يعني تاجر سيارات أنا وعندي مطبعة وعندي شغل ثاني، فبالتالي يعني صراحة يعني أنا تاجر، هذا رأس مال موجود في الوطن، يعني احنا لازم نستغله وما نحاول انه مثلا لا سمح الله انه نخسره. يعني الحكومه يعني مش انا بحكي، سمعت من اقتصاد كبير بقول لك الحكومه بس يصير عندها ضرر لازم تدين فلوس وتصرف على الشعب، ما نحاول انه احنا نضغط على الشعب حتى ناخذ منه فلوس، لانه ما بكفينا هذول الفلوس الموجودات بالسوق اللي مشتغل فيهن، يا دوب بكفينا. فبالتالي اللي بطلبه انا بديش اطيل في الموضوع، اللي بطلبه انه لازم يكون في تخفيف 10% للجمارك، يعني تخفيف معين نسبة معينة من الجمارك هاي، لأنه السيارات هاي باتت للسنة الجاي صراحة عباها كبير، يعني رأس مال واقف وفي مخسر يعني كبير صراحة. فبالتالي في أمور كمان يعني إنه موضوع السيارات هو يعني سابق جديد، ندفع الجمارك مباشرة، كنا يعطونا شهرين هسه بيعطونا شهر، يعني حاليا تكون لآخر السنة تسديد الجمارك هاي. صراحة موضوع السيارات والسنوات السابقة صراحة كل سنة بيكون في يعني في هذا القطاع، هذا القطاع بيرفض لصندوق السلطة، يعني بنقدر نقول بيز القطاع الثاني أو الثالث، لازم يعني يحترم ويأخذ حقه. لا تحاول إنه تعمله أنت ند، إحنا مش ند الحكومة ولا الحكومة ند إنا، إحنا زي ما أسلفت بالأول إحنا والحكومة في مركب واحد، فبالتالي إحنا بدنا نعيش والحكومة تعيش. إحنا نشتغل في قطاع واضح جدا، نشتري سيارات من كل البلاد، وكل التجار تقريبا بيشتروا من نفس الأمكنة، بيشتروا من أوروبا، من الخليج، من إسبانيا، من أمريكا، بنفس المكان، فبالتالي في منافسة شريفة، والمنافسة تعكس لمين؟ بالآخر للزبون، والجمارك هي محدودة وسعرها. فبالتالي صراحة يعني العام كان في ظلم في موضوع رفع الجمارك، وكان السيارة إذا بتقيمها جمرك المستعملة مثل 0 كيلو، هذا ظلم، وبالتالي الظلم هذا بيجي عمين على المواطن بالآخر. فإحنا بالتالي لازم إحنا مش غلط ومش عيب ندرس الموضوع كمان مرة. أنا ما بحكي الحكي هذا يعني مشان التجريح أو مشان إشي معين، لا، أنا بحكي الحكي هذا مش عيب الإنسان يراجع نفسه، إذا في خطأ يعني الإنسان بيقدر يعدله. وبالتالي إحنا زي ما حكينا هذا قطاع يجب المحافظة عليه، كل دينار أو كل موجود أو دولار في فلسطين لازم نحافظ عليه ما يخرج باقي البلد، لأنه اليوم هو بيشتغل بالسيارات بكرة بيعمل مصنع ألمنيوم، بيشتغل بالسيارات بكره بيعمل مصنع تغذيه مصنع غذائي. فبالتالي احنا بنعرف يعني انه احنا هاي القطاع يعني كماليات شاءت الظروف هيك، احنا بنحب نكون ان شاء الله مثل كوريا يكون عندنا صناعات ونصدر، واحنا بنؤمن انه بدون تصدير ما في يعني تمكين للدوله، بس لكن هذا شاء الظروف. في كل العالم في تجار بيشتغلوا في نظام المستورد والنظام العادي، فبالتالي حقنا نكون مثل هذا الشعب. هسا ان شاء الله ربنا يعني شافينا من هذا البلاء كورونا، يعني من ناشد الجميع، يعني الحكومه صراحه بالفتره السابقه يعني ما قصرت، بذلت جهد كبير كثير يعني في موضوع الحصر والتسكير، وهذا الحكي اكيد يعني بفرغ الخزينه من الفلوس، بس لكن برضو احنا تفرغنا وانهكنا من الفلوس هاي. فبطالب يعني نفسي والجميع انه يعني احنا ناخذ وسائل وقايه، واحنا يعني القطاعات يعني بدات كلها مع بعض اشتغلت يعني مشكوره، بس لازم كل انسان يعني صراحه يحاول يحافظ على نفسه. وقطاع يعني السيارات وباقي القطاعات صراحه يعني هاي يعني قطاعات لازم يعني نحافظ عليها. بقطاع السيارات يعني فيه كانت يعني نقطه غايبه عني،
وراحت مني صراحة. بس يعني إنه إحنا بدنا نقول إنه إحنا يعني كقطاع إحنا عنا في اتحاد. الاتحاد صراحة يعني لازم إحنا كمستوردين نعمل نقابة. النقابة هي أقوى حتى إنك أنت تدافع عن حقوقك يعني أمام الحكومة. وهذا في تقصير منا وفي تقصير مني أنا بالذات، يعني بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. لازم يكون هاي مناشدة لأصحاب شركات السيارات، تكون إنه يكون في هناك نقابة تدافع عن حقوقنا اللي إلنا الحق نأخذه واللي علينا ندفعه. والوضع صراحة السنه جدا صعب، وبدل ما مثلا انت بدك تدفع جمارك سيارات، اذا في امكانية عمل بوندد بالضفة زي اللي هو بدل ما في ناس مثلا ما بطلع سيارة عشان يدفع عليها جمرك مباشرة، بخليها في البوندد في اسرائيل وبدفع عليها شهر فلوس، ممكن انك انت تعمل السلطة تعمل ساحة بوندد. يعني الوضع ان لسه قبل الكورونا الوضع تعبان الاقتصادي في الضفة كلها وما فيه قطاع السيارات، لانه قطاع السيارات احدى القطاعات الموجودة في بلادنا. فالوضع قبل أزمة الكورونا سيء جدا وشبه منهار، أجا وضع الكورونا زاد الطين بلة. عندنا شكات راجعة هائلة، كميات هائلة، طلب على السيارات ما فيه، يعني صار فترة الكورونا صفر تقريبا، يعني ما في بالمرة، ما حد ببيع سيارات. بحكي على مستوى التجار كلهم مش على مستوى حالي أنا. طبعا احنا يا ريت انه يعني سلطتنا تساعدنا والجمارك اساس يعملوا لنا شيء نشعر انه بيوقفوا معنا، يعني مثلا يخفضوا قيمه الجمارك. اذا خفضت قيمه الجمارك بيخفض سعر السياره على الزبون، ممكن يصير يعني ها شوي انه يعني لواحد يشتري سياره يفكر فيها. الشغله الثانيه، قبل كذا سنه كنا نجيب السيارات ما ندفع جمركهم اللي عند البيع، أجوا قالوا لا بدكم تدفع جمركهم خلال 70 يوم، بعت أو ما بعت، ومشينا على هذا الحكي. قبل كم من شهر أطلعوا لنا قرار ثاني بدك تدفع جمرك السيارة خلال 30 يوم، إذا بعت أو ما بعت. تتأخر عن 30 يوم بصير عندك غرامات يومية، على كل يوم في غرامة. ويس يا ريت إنهم ينزلوا الجمارك ويرجعونا على الأقل لتنتهي فترة الكورونا، يرجعونا إنه ما ندفع جمارك إلا لما نبيع. ويس كنا قبل كذا سنة ما ندفع جمارك سيارات إلا عند البيع، اليوم لا، بعنا أو ما بعنا بدهم يا ندفع جمارك. كانت قبل كم شهر 70 يوم، الآن 30 يوم. طب عفوا يعني الناس اشتروا سيارات وعندهم سيارات، طب أوكي ما في بيع، يعني اللي عنده أعداد كبيرة من السيارات منين بده يجيب جمركهن؟ بصير عنده عبء. فبنتمنى يخفضونا الجمارك ويعطونا فترة سماحة طويلة، أو على الأقل رد بعد فترة الكورونا بما أنه في طوارئ، أنه إحنا ندفع الجمارك عند البيع مش خلال 30 يوم أنت ملزم أنك مجبر تدفع الجمارك. يعني إحنا بالعادي لما بنشتري سيارات، يعني لما بنشتري السيارة أكل يوم أكل يعني أكل سيارة بدها من 45 يوم ل 60 يوم تتوصل. ولما صارت قصة كورونا طبعا إحنا بكنا مشترين سيارات من أوروبا، وبالتالي هون صار تسكير، يعني صارت مبيعاتنا صفر، وصارت السيارات اللي إحنا مشترينها صارت توصل. ويعني كل سيارة بدها حوالي 5000 شيكل على المينا، يعني إذا الواحد بك معاه شوية مصاري دفعها على الموانئ الإسرائيلية توصلنا السيارات هنا. وبالتالي كل السيارات اللي بكينا مشتريها تكدست بالوقت الحالي عندنا في المعارض. وحاليا السلطة قاعدة بتودينا كتب، هسا وصلنا كتاب إنه إلى 25/6 إذا ما جمركناش السيارات بنبلش يحطوا علينا غرامات، والغرامة هاي 50 شيكل على كل سيارة. بترتب عليها كل يوم، يعني بجمركش السيارة أنا بدهم يدفعوني 50 شيكل غرامة على كل سيارة. طب أنا منين بدي أجيب؟ يعني أصلا البيع يعني بتقدر تكون نسبة 20% أو 15%، وبالتالي إحنا في عندنا منصرفات في معارضنا. يعني هم ند ما يخففونا أو يخفضونا من قيمة الجمرك 20% يساعدونا، يعني كل دول العالم ساعدت التجار في هاي الأزمة. إحنا يعني قاعدين أخرى بيضغطوا علينا، المفروض إنهم يعطونا على الأقل يا بنزلونا من قيمة الجمرك من 15% ل 20%، أو يعطونا لآخر السنة ما يحطوا علينا غرامات على أساس إنه لأنه أصلاً البيع قليل جداً، وبالتالي كل السيارات متكدسة عندنا وعينكم بالناظر، يعني ما فيش بيع أصلاً. وبالتالي يعني إذا بدهم يطبقوا هذا القرار يعني بيقولوا لنا روحوا أو راح يأخذوا حق السيارات منا. لما كل يوم 50 شيكل، أنا بجوز عندي 100 سيارة أو 150 سيارة بدهم جمرك، يعني كل يوم أنا بصير أدفع للسلطة غرامة 1500 شيكل، وبالتالي يجي يأخذوه إنه خلص يعني يريحونا من هالقصة. هاي قصتنا، يعني هاي فعلاً يعني هاي أشطر قصة اللي هي راح تأذينا إذا فعلاً بيطبقوا هذا القرار.